الشاب الذي ملأ حياته كلها معاصي، معاصي تتزلزل منها مشاعر الملائكة لو فرضنا، ثم إنه عاد إلى الله وقال يا رب لقد عدت إليك، ما قال عمر الخيام عدنا إليك فاقبل توبة التائبين، عاد إلى الله. لا شك أن الله عز وجل يقول له مرحبا بعبدي، لقد تبت ولقد تبت عليك وقبلت توبتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الأسرى بعد حرب، الحديث يرويه عمر بن الخطاب وهو متفق عليه، يقول فنظرنا فوجدنا في الأسرى امرأة لاهثة تسعى وتركض، ثم إنها عثرت على طفل صغير فألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، تبين أنه ابنه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله. قال لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليده. لله، اللام لام التأكيد، لام القسم، لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليده. فقولوا لهؤلاء الشباب الذين اصطلحوا مع الله بعد عصيان، بعد فواحش، بعد انحرافات، كل المعاصي التي نتخيلها، قولوا لهم إن رحمة الله عز وجل أجل وأكبر من معاصيكم، وإن نور التوبة الإلهية أقوى 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 من ظلام فواحشكم. قولوا لهؤلاء الإخوة الذين تابوا لو لم يحبكم الله سبحانه وتعالى لما جذبكم إليه بالتوبة، أي فليعلم التائب أن من أكبر أدلة محبة الله له أنه التفت إلى الله بهذه التوبة ورجع إليه. أنا أيها الإخوة عندما أكون منحرفا شاردا في بيداء المعاصي تماما تماما كما أشتهي وأريد، وفجأة أجد نفسي قد اشمأزت من هذه المعاصي وحنت إلى التوبة، حنت إلى الرجوع إلى الله، ينبغي أن أعلم في تلك اللحظة أنني محبوب عند الله، لأن الله لو لم يحبني لما قذف في قلبي الاشمئزاز من هذه المعاصي والحنين إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف تدع للشيطان سبيلا إلى قلبك أن يدخل فيه الكآبة؟ كيف تدعه يصور لك أن معاصيك أكبر من توبة الله عليه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها. وانظروا إلى هذا الحديث القدسي الآخر المتفق عليه من رواية سلمان الفارسي، يقول الله تعالى أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت له، ثم إنه يذنب ذنبا آخر فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبد، ثم يذنب ذنبا ثالثا أي للمرة الثالثة فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا
يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا الكلام الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم، يدل على أن مغفرة الله أوسع من بيداء المعاصي مهما اتسع، مهما اتسعت.